هاد الحلوه هذه حلوه الزمان، حلوه الزمن الجميل اللي كان والدينا كيديروها لينا، كانوا جدنا كانوا كيديروها لينا. كنت شاركتها معكم شحال هذا في تيك توك، الالاف ديال الناس عجبتهم، الالاف ديال الناس قالوا لي شكرا، هو لي فكرتينا بحلوه جدودنا، شكرا لك فكرتينا بحلوه الزمن الجميل. خلي في التعاليق نتوما الناس اليوتيوب اشنو كتسميو هاد الحلوه هذه عندكم في عائلاتكم، جدواتكم، مواتكم. احنا مثلا الوالده عندنا جدواتنا كيسموها، يعني كاين اللي كيسميها حلوه الخبزه، كاين اللي كيسميها حلوه الرخامه. المهم بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم مكتوبين، المقادير ديال العجينه في الوصف ديال الفيديو وكذلك في صندوق الوصف وتحت الفيديو، وغنقولهم لكم يعني غنقولهم لكم. احتاجت فيهم غير 4 البيضات بالنسبه لهذه العجينه هذه، كاس ديال سنيده وكاس ديال الزيت وواحد شويه ديال الفاني وجوج معالق كبار ديال الكونفيتير ديال المشمش. صافي. بالنسبه للدقيق حسب الخليط وجوج خمارات. صافي. عجينه العجينه يعني مخلط داكشي مزيان، وعجينه العجينه ومن عجنتها قسمتها على جوج، النص درت فيه الكاكاو المر او الكاكاو حلو اللي عجبكم، والنص خليته بحال هكا بيض، قسمت العجينه على 4 يعني ديك الكحله قسمت فيها على جوج كويرات، والبيضه على جوج ديال الكويرات. صافي. ودرت وحده بيضه كحله، بيضه كحله كيف ما شفتوا، وسرحتها على شكل خبزه. صافي. وملي سرحتها بسطتها مزيان، ما تكون رقيقه ما تكون غليظه، تكون متوسطه بين وبين بحال شي خبزه ديال الفران. داكشي علاش اغلبيه العيالات زمان كانوا كيسميوها حلوه الخبزه، لانهم كانوا كيخبزوها على شكل خبزه. المهم ملي كطيب يعني كنخبزوها كندخلها الفران، يكون درجه حراره متوسطه بحال الطيب الصابلي يعني عادي، حتى كطيب كتحمر مزيان. صافي. وملي كتحمر خرجها سخونه، كديري لها شويه ديال الكونفيتير ديال الكونفيتير تاع المشمش وهي سخونه مازال. صافي. وكترشي عليها شويه ديال الكوك وصافي، وكتجي زوينه بزاف بزاف. راه ما نعاود لكم شرا واحد المذاق فيها، واحد البنه فيها، يا سلام ما نعاود لكمش. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صافي. وهنايا كيف ما شفتوا كنقطعها، وحنا يا زمان ملي كانوا ملي كانت الوالده كديرها، ملي كانت الوالده كديرها وعائلة عمامي كان يعني كان كيقطعوا داكشي الوصل مزيان كيحطوه، داكشي اللي كيشد في الجناب كان يعني كنبقاو حنا كناكلوه يعني كنفرحوا به، ماشي بحال هاد الجيل هذا يعني سبحان الله. خاصك تعطيهم الجهه المخيره والجهه المقاده، ويا ترى ويا ترى واش يفرحوا ولا ما يفرحوا. سبحان الله العظيم حنا كانت الحاجه صغيره كتفرحنا، كانت شي حاجه بسيطه وكتفرحنا، ماشي ضروري داكشي يكون كبير ويكون فهمتوا. انا كنظن الاغلبيه ديال الجيل الذهبي غادي يفهمني مزيان علاش انا كنتكلم. يعني كانت الحلوه المحروقه ديك اللي كتبقى في الطاوه هذيك اللي كناكلو والحلوه اللي المزيانه كطيب يعني كتبقى للضيافين وعادي وعايشين السعاده. هذه يعني اغلب المغاربه عاشوها. صافي. هنا كنشدو كنقطعوها على شكل مثلثات على هذا الشكل، هذا ضروري تقطع على هذا الشكل باش تجي حلوه الزمن الجميل، لانه الا قطعتو على شكل على شي شكل اخر ما غاديش تجيكم على يعني ما غاديش تجيكم حلوه الزمن الجميل، غادي تجيكم بشكل اخر. المهم زمان جدواتنا والوالدات ديالنا كانوا كيقطعوها على هذا الشكل مثلثات. صافي. يا ويلا لا، ومنين تحطي لي هاد الحلوه مع شي كاس ديال القهوه معطر ولا مع شي كاس ديال اتاي بالشيب ولا اتاي بالنعناع. واسمعني حق الله العظيم السعاده. انا درتها لشي ضياف جو عندي، شي ضياف كاع ماشي مغاربه امريكيين، جو عندي عرفتوا طاحوا فيها عميين
كالو وداو معاهم وقالوا لي عافاك عطينا الوصفة. الله العظيم حمقتهم. عرفتوا بغيت تسطاو عليها يعني. قال لي ما يمكنش هاد الحلوة كيما دايره حلوة قديمة مغربية. قالوا لي إلا كانت الحلوة القديمة المغربية بنينا بهذا الشكل هذا كيفاش غتكون الحلوة الجديدة؟ قلت لهم لا تسولوا. قلت لهم الأكل المغربي لا يعلى عليه.